مع انتقال مملكه البحرين الى المستوى الاخضر، اصدر جهاز الخدمه المدنيه توجيهاته بشان الاجراءات المتبعه وفقا لمستويات اليه الاشاره الضوئيه لمستوى انتشار فيروس كورونا. التوجيهات التي جاءت بناء على القرارات الصادره من قبل مجلس الخدمه المدنيه نصت على عوده موظفي الحكومه بنسبه 100% واستقبال جميع المراجعين المطعمين وغير المطعمين وذلك اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق للخامس من شهر سبتمبر وحتى اشعار اخر